بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم معنا في قناة باقة افكار. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. النهاردة هنشوف فرق النتيجة اللي بيظهر من فرق سمك الخيط وسمك ابرة الكروشيه اللي احنا بنشتغل بيها. احنا معانا النهاردة 3 مفارش معمولين بنفس الفكرة او نفس الموديل والباترون، بس كل واحد فيهم انا استخدمت فيه خيط مختلف في السمك عن التاني، وبالتالي بالتبعية كان لازم نستخدم ابرة مختلفة. فاحنا هنمسك اول مفرش منهم، ده طبعا مش هتصدقوا انا ده عملته ازاي بخيط ايه. ده عملته بخيط ماسورة الخياطة بتاعت المكنة اللي بتركب على مكوك المكنة الخياطة العادية بتاعت القماش، بس الخيط ده خيط من البوليستر. انا بالامانة عملت المفرش ده من فترة كبيرة لما كان الخيط ده بيتباع على انه هو قطن 100%، وكان السمك بتاعه اكتر من كده شوية. والابرة اللي انا استخدمتها ابرة رقم 11، دي الابرة اللي انا استخدمتها رقم 11، تمام. طبعا واضح ان هي السن بتاعها رفيع جدا بيناسب سمك الخيط. نفس المفرش احنا عملناه بخيط تاني، وطبعا شايفين السمك وشكل المفرش، بس المرة دي عملناه بخيط الصياد او خيط الفرعنة. المفرش الثالث احنا عملناه بخيط الكوتون بارليه، ونفس العدد موديل المروحة اهو 8 وحدات. الخيط كوتون بارليه اللي هو ده اللي احنا بنشتغل بيه الكنفة، هو طبعا في منه 2 سمك، في سمك اللي هو 8 وده فتلته اجمد شوية او اسمك شوية، وده اللي هو رقم 12، تمام. هما جنب بعض كده بيبان سمك الخيط اهو، واضح الفرق. طبعا كل ما انا بعمل بخيط سمكه اكبر بيديني المفرش حجمه اكبر، وفي نفس الوقت مدمج اكتر، لكن كل ما يكون الخيط رفيع بيطلع عندي المفرش جميل جدا، وشكله بيبقى كأنه وحدة دانتيل جميلة جدا. رغم ان ده عدد الشغل فيه والغرز اكبر، لان دي المروحة منه 10 ودي 8، لكن ده واضح انه قد ده، لكن ده لو اتعمل بالخيط ده هيبقى قده مرتين كده. فكل ما الخيط بيبقى رفيع بيديني مفرش رقيق ودانتيل، وفي نفس الوقت هو رفيع جدا او خفيف جدا، ويبقى جميل جدا كده لما بنحطه على الكومودينو او بنحطه في النيش. احنا هنتعلم مع بعض ان شاء الله دروس تعليمية، هتبتدي مع بعض ونبتدي بالمفرش ده لما نعمل اول واحد منهم. لكن انا حبيت اوريكم الفرق كده بين سمك الابره اللي انا بستخدمها وسمك الخيط، ده بابره نمره 11، ده بابره نمره 3، ده بابره نمره 5. شفنا الفرق؟ اتمنى ان الوحده تعجبكم وننفذها مع بعض ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. وبشكركم لحسن اهتمامكم واستماعكم وتواصلكم معانا، ويهمني رأيكم جدا عشان ننفذ الوحدة دي. شكرا، والسلام عليكم.